ما بين العود واللحن والغناء تحلق موهبة سعودية في فضاء الفن والموسيقى، حيث اتخذ من بيت العود مقراً لإظهار إبداعه وطاقاته الكامنة. مراسلة الإخبارية غفران مكي تنقل لنا حكاية الفنان محمد التركي مع الموسيقى وأيضاً طموحاته ومشروعاته الفنية في المستقبل. غفران، صباح الخير، أهلاً وسهلاً. صباحك سعادة وصباحك فن. صباح النور سارة، صباح النور عبدالهلا وكل المشاهدين. اليوم أنا صباحي مختلف، صباحي مع الأنغام الموسيقية اللي تعطينا شعور جميل مع الصباح وإحساس أجمل. دائما الموهبة الشابة السعودية تقدمت الموروث الفني السعودي بشكل جميل ومختلف. اليوم معانا الفنان السعودي محمد التركي. أهلا وسهلا أستاذ محمد. بداية عرفنا عنك وعن بداياتك الموسيقية. والله أنا بدأت يعني أعزف على العود من تقريبا 15 سنة. حبيت المجال ده ويعني بدأت أتعلمه يعني شوية شوية مع نفسي لما الحمد لله اتطورت وصرت لهذا المستوى. الحمد لله. بداية دائما نسمع المواهب السعودية الشابة يتغنون بالأغاني القديمة لمحمد عبده وطلال مداح وفوزي محسون، كيف أثرت هذه الأغاني على ذائقتك الموسيقية؟ والله هذا هو يعني زي ما تقدر تقولي موروثنا الشعبي اللي تعلمنا منه الفن، خصوصا أنه يعني ما كان عندنا معاهد نتعلم منها، فكان هذا موروثنا الشعبي اللي نفخر به، ولا يعني اغلب الدول يعني تفخر بموروثها الشعبي، وخصوصا انه كان في تنوع في المقامات الموسيقيه في الاغاني القديمه. ممكن تعرفني اكثر عن هذه المقامات وانواعها؟ المقامات الموسيقيه زمان كانوا يستخدموا يعني اغلب المقامات الموسيقيه، زي عندك الحجاز وتفرعاته، زي مقام البيات، الرست، النهوند. الان صار شوية في احتكار على مقامين أو ثلاثة زي الكرد والبيات والنهوند. طيب إيش المقام اللي أنت تفضله؟ والله أنا بصراحة أفضل أغلب المقامات، بس يعني هو كل عازف صح يمكن له بصمة على مقام معين، أنا يمكن الأقرب لقلبي هو النهوند. طيب يعني إحنا سمعنا وشفنا أنك عازف وملحن ومغني ما شاء الله كمان، إيش أقرب شيء لقلبك؟ صراحة التلحين، الحين هو أكثر شيء يعني أميل له، إن شاء الله ناوي إني يعني أسوي أعمال في المستقبل بإذن الله. يعني قريب إن شاء الله رح نشوف اسمك على أغاني كثير بإذن الله. إن شاء الله. طيب دائما الشباب بيتجهوا لقنوات اليوتيوب ووسائل التواصل الاجتماعي لنشر أعمالهم الفنية، هل حققت الغاية المرجوة منها هذه القنوات؟ طبعا هي ساعدتنا كثير، يعني هذا يعتبر الآن يعني سحر، أنا شايفه إنه الناس صارت تقدر توصل موهبتها بشكل أوسع وأكبر، ما هو زي في السابق. يعني أغلب الفنانين صاروا يقدروا، حتى يعني مو بس المغنيين، حتى العازفين يقدروا يوصلوا للجمهور. طيب أنت ما شاء الله ملحن وبتعزف وبتغني، هل في يوم إن شاء الله حنشوفك بتدرب في أحد المعاهد الموسيقية اللي بتنفذها الآن وزارة الثقافة، وفين تطمح أنك توصل إن شاء الله؟ والله إن شاء الله بإذن الله. يعني أنا في خبر قريته قبل فترة أسعدني جدا على إنشاء دار أوبرا سعودية، وهذا فعلا شيء كنا نحتاجه، خصوصا أنه إحنا الفنانين السعوديين انحرمنا فترة طويلة من المعاهد والدراسة الفنية بشكل عام. فالآن الحمد لله بدأت المعاهد وبدأت وزارة الثقافة ووزارة الترفيه يوفروا لنا هذه الأشياء بشكل جدا كبير، وإن شاء الله أني أكون في واحد من الأماكن هذه بإذن الله. بإذن الله قريبا نسمع المدرب محمد التركي معانا في أحد المعاهد. عبد الإله وسارة، أنا راح نبدأ نستمتع مع هذا العزف الجميل ونسمع لأغنية من أغاني الزمن الجميل مع الفنان محمد التركي. شكرا لك وشكرا لكم عبد الإله وسارة. ظالم ولكن في القلب لسه هوى، ظالم ولكن في القلب لسه هوى، كم قلت بكر يحن، ألقى يزيد في جفا، كم قلت بكر يحن، ألقى يزيد في جفا، ينسى الهوى ينسى، قولوا له ليه ينسى.
بهوى يعمل